وفي ختام هذه النشرة نتوقف بموسم مولاي عبد الله أمغار، أكبر موسم بوردة بمشاركة أكثر من 2000 فارس لتلبية احتياجاتهم واحتياجات الزوار من الماء في عز موجة الحر. يوجد الساقي، مهمته ليست آنية بل هي تاريخ وتراث عريق. حسن لحمتي. وسط قعقعة البنادق التي تهز أركان مولاي عبد الله، ووسط تدفقات الزوار من كل حدب وصوب، يتسلل من بعيد صوت الناقوس. إنه الساقي أو ما يعرف بالدارجة بالقراب، عزيز عبود، 45 سنة يمتهن هذه المهنة منذ 7 سنوات. على حساب الإنسان، على حساب المعيشة، كنطردو الطريف ديال الخبز حلال وصافي، هادشي اللي قسم الله. وليدات صغار وناس كبار، كيجيك مرا كيجيك راجل كيقول ما عنديش فلوس وهادي وهادي، كنعطوهم كنقول لهم حق الله الدنيا. يعني هو كيوصل الإنسان الماء حتى لعندو، يعني كينفع أي مواطن كينفعو. المتواضع اللي عطيتيه كيقول لك الله يخلف عندك عطيه، ما عندكش كيقول لك الله يعاونك. ينحدر عزيز من منطقة سيدي بنور، تحول من فلاح إلى ساقي. تبادل الأدوار هذا أملته الحاجة إلى كسب قوته اليومي، فهو يقدم خدمة للزوار. لكن مهنة الساقي تصارع اليوم تقلبات الزمن. في المخيال الشعبي يرمز القراب إلى الماء العذب الذي لا ينبض، وإلى البركة كذلك. هكا الله يخلف. الماء ديال القربة كيكون فيه بنة القطران، كيكون فيه القطران كتشربي زوين، كيكون بارد وزوين. عنده واحد الرمز ديال الكفاح، كتشوفوا واحد السيد اللي كيفاح، كيعطي الماء للناس، واحد الرمز عنده ثقافي وسياحي في نفس الوقت. ومسكين خصنا نتعاونوا مع هذه المهن هذه. في المواسم بالعالم القروي تعود بعض المهن إلى الواجهة، ومرد ذلك إلى الحركية الاقتصادية والسياحية التي تميز مثل هذه التظاهرات المحملة بالرموز والمعاني والقيم الإنسانية التي تصارع اليوم مظاهر الحداثة.